بنتيجة هدف لصفر سجله عدادي. وفي لقاء متأخر عن الجولة 13 انتهى كلاسيكو اتحاد العاصمة شبيبة القبائل بهدف دون رد من توقيع فوزي يا بملعب بولوغيف. مزيان مرة أخرى التمريرة لكودري أو يايا، والهدف الأول لاتحاد العاصمة. 5 دقائق كانت كافية ليايا وللاتحاد لافتتاح باب التهديف. يايا والفرحة وسط فرحة جماهيرية كبيرة للاتحاد كباك، ويمنح اتحاد العاصمة التفوق. لاحظوا الإعادة، ويايا من دون أن يراوغ باليمنى ويسدد باليسرى ويضع الكرة في الشباك ويمنح اتحاد العاصمة، ولكن العمل الكبير والجميل والرائع قام به.